أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: لو أن رجلا فاسقا يمارس أعمالا من الكبائر، هل يجوز لي أن أذكر اسمه على الملأ وأخبر الناس بفسقه؟ وش الفائدة من هذا؟ عليك بمناصحته لعله يقبل، لعله يتوب. المطلوب الستر، هذا هو المطلوب، إلا إذا جاهر بهذا وكرر هذا ويخشى أنه يفسد في المجتمع، فإنك ترفع بشأنه إلى ولاة الأمور. أما أنك تتكلم فيه في المجالس هذا لا فائدة من ورائه. نعم، لكن تذكره للحسبة، تذكره للأمير، تذكره للقاضي، هذا لا بأس. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.